منفعل جدا. خلينا نروح لبيان من إدارة المنتخبات السعودية، الاتفاق مع مدرب مميز والتوقيع معه خلال أيام قليلة. راح نقرأ البيان ونعلق عليه. تم اليوم الثلاثاء الاتفاق النهائي مع أحد المدربين المميزين لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وسيبدأ المدرب الجديد مهمته الرسمية مع المنتخب خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، إذ سيتم توقيع العقد المبدئي معه خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم سيتم توقيع العقد النهائي معه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك قبل المباراة الختامية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية. وكانت إدارة المنتخبات أو إدارة شؤون المنتخبات السعودية قد قامت بتزويد المدرب بمواد عدة مسجلة لمشاركات المنتخب الأخيرة، إضافة إلى مباريات عدة للأندية السعودية المحلية والخارجية للوقوف على مستويات اللاعبين، وذلك استعدادا لقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل وفي بقية الاستحقاقات الأخرى. كما تم الاتفاق مع المدرب على عدم كشف هويته قبل يوم التوقيع المبدئي معه، وذلك تقديرا لرغبته التي أبداها لإدارة شؤون المنتخبات والتي تفهمت بدورها وجهة نظره. وسيكون هناك بيان إلحاقي آخر يوضح من خلاله التفاصيل كافة عن المدرب وسيرته الذاتية. وأكد الأستاذ محمد المسحل مدير إدارة شؤون المنتخبات السعودية في تصريح صحفي أن المدرب القادم للأخضر يتمتع بالحيوية والفكر الفني العالي، إضافة إلى خبرته وجدارته الفنية. طبعا هذا هو الخبر، مع تحيات أو والله موفق إدارة شؤون المنتخبات السعودية. هذا البيان والله أنا ما أعرف صراحة، يعني يسمحوا لنا الأخوان في إدارة شؤون المنتخبات، بس يعني نقول هذا إعلاميا بالنسبة لنا أنا والله ما أعرف وش يبي، مع احترامي يعني. أذكر سات خلنا سجلت مرة ثانية بعبد الرحمن بن مساعد عن مدير المركز الإعلامي كان عبد الكريم الجاسر، من ليش اخترته؟ قال تركي بعد تفكير لا يتجاوز 30 ثانية تكتشف أن المركز الإعلامي يحتاج إعلامي ما يحتاج طبيب عيون. بعد 6 شهور ننتظر إحنا من اللي درب المنتخب يطلع بيان يقول ترى بنجيب مدرب؟ طبعا اكيد حتجيب مدرب، يعني من حتجيب؟ يعني والله بصراحه واحنا قاعدين نقول في هذا الوقت الحساس نبغى الامور تكون اكثر شفافيه واقل اجتهادا. من طلع هالبيان الين قبل الحلقه وخذ اخبار وراجعنا انا والشباب عدد اسماء المدربين اللي عرضت في البرامج الرياضيه وفي القنوات وفي الصحف وفي الاذاعات وفي مواقع الرياضيه اكثر من 30 اسم، وكل واحد طبعا حسب مصادرنا. ولما يطلع اسم المدرب، يعني احنا في برنامج جتنا 6 مرات أو 7 مرات اسماء مدربين وذكرنا اسمهم وقلنا لهم مش متاكدين. عارف انه لما يطلع اسم المدرب راح نقول لهم احنا كما اكدت مصادرنا، زي قضيه الاهلي والشباب كل الناس قالوا كما اكدنا منذ ايام. هذا البيان يفتح اجتهادات جديده، يعني انا ما اعرف والله العظيم انا كاعلامي ما اعرف وش استفدت من هذا البيان. ترى بنجيب مدرب للمنتخب. طيب شكرا على المعلومه دكتور جاسم. والله مشكلة. نتمنى يعني إن شاء الله يعلن اسمه بدل ما هو يطلع بيان. أنت استفدت شيء؟ والله ما أنا أقول لك هذا البيان، يعني مع احترامي والله العظيم مع احترامي وتقديري لإدارة شؤون المنتخبات، لكن يعني وش هو هالبيان؟ يعني زي اللي قاعد يقول لك ترى تخيل بكرة، تخيل إنه لجنة المسابقات تطلع بيان تقول ترى آخر بطولة في الموسم الرياضي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. ما أعرف صراحة، ما أعرف إيش المعلومة اللي أخذتها من هالبيان اللي صدر في الصحافة. والله شوف، إذا كان الأستاذ محمد المسحل هو مجتهد في البيان هذا فيسجل عليه سلبيا من الآن. أنا ما أدري، يعني مع احترامي لشخصه الكريم ما أدري وش خبرته في العمل في الأندية حتى يختار هو من يختار المدربين ومن يختار الإداريين، وهذه مشكلة. إحنا ما عندنا احتجاج يختار بطريقته ويعمل بطريقته ويختار المدرب اللي يبغاه، وإن شاء الله إنه الشخص المناسب في المكان المناسب وراح ندعمه بكل قوة. أنا أتكلم كوسط رياضي سعودي كإعلام سعودي، إيش استفاد هذا الوسط الرياضي من هذا البيان غير الاجتهادات؟ واللي في وقت احنا قاعدين نقول نبغى الاجتهادات تخف، نبغى صراحه وشفافيه ووضوح اكثر يخفف الاجتهادات عشان ما يطلع كل واحد يقول شيء من راسه. هو طبعا كان في وعد باعلان المدرب خلال فتره بدايه الشهر هذا الى 5-6 من الشهر هذا، ولكن يبدو الامور الى الان ما انا اقول فيما يخص المنتخب ان عدنا الى المربع الاول بصراحه. من نكسه اسيا في يناير إلى الآن 6 أشهر لم نتعلم من أخطائنا، بدءا من اختيار المدرب وحضوره مبكرا لمشاهدة المباريات
في معمعة الدوري، والآن يرسلون له أشرطة ومتابعات أو أنه يملى عليه للأسف أسماء، حيتجي لستة 30 اسم وبيختار، وبعدين لأنه بصراحة إلى الآن مدرب انتهى الموسم ولم يحضر ولم يشاهد أي لاعب، نرجع لمشكلتنا الأولى المعسكر الطويل وتوقف المسابقة، معسكر ونرجع، ويا الله يمكن دورة في الأردن أربع مباريات ويشاهدها وتابعها. أنا أسأل محمد، أنت كإعلامي اليوم لما جاك هذا البيان، عندك بكرة صفحة رياضية خلاص، وش اللي تكتبه في هالموضوع؟ والله أنا يعني لو أنا بذا كان شطبت على الخبر هذا بصراحة. لا زال البحث جاري عن مدرب، بس لأنه بصراحة يعني كأنها ضر الرماد بصراحة في العيون، عملية ما تحتاج. إذا كان المدرب يطلب لأنه يدرب نادي أو منتخب إلى الآن، هذا شيء آخر. والله العظيم أنت عارف قبل ما جاء البيان، يعني نستطلعون يا شباب العنوان لو سمحتم، لو سمحتم طلعونا العنوان. ولتأكيد يا تركي، الآن لو تلاحظ الفرق الآسيوية قاعدة تلعب مباريات ودية، يعني أنت لو لاحظت المباراة أيام الفيفا، كوريا لاعبة مع صربيا، اليابان مع بيرو، الصين لاعبة، إلا منتخبنا إلى الآن نرجع للمربع الأول. خلنا أقول لك شباب، بس طلعونا الإيميل، طالع شوف الحين البيان كذا جانا، في بيان من إدارة شؤون المنتخبات السعودية، الاتفاق مع مدرب مميز والتوقيع معه خلال أيام قليلة. طبعا لما جاء هذا العنوان تنتظر اسم المدرب على طول، يعني أنت تقرأ تم اليوم الثلاثاء الاتفاق النهائي مع أحد المدربين، نقول السطر الجاي المميزين لتدريب المنتخب السعودي لكرة القدم، وسيبدأ المدرب الجديد مهمته رسميا. طيب أوكي، وبعدين شو اسم المدرب؟ ومن ثم سيتم التوقيع معه العقد النهائي بعدين، وذلك قبل مباراة النهائي. طيب اسم المدرب يا جماعة؟ وكانت إدارة شؤون المنتخبات السعودية قد قامت بتزويد المدرب بمواد مسجلة، حاضرين اسم المدرب، اسم المدرب، اسم المدرب في بيان الحاكم فزورة. والله العظيم يعني عارف، يعني احنا نتكلم انه ما عندنا احتجاج على طريقة العمل وطريقة الأداء، وكل واحد يعني محمد المسحل واللي معاه واتحاد القدم يعمل بالطريقة اللي تناسبه ويحط استراتيجيات اللي تعجبه ويختار مدرب وفقا لخطط ومنهج هو يضع، هذا أبسط حقوق الشخص اللي يعمل حلو، بس احنا نبغى نعرف وش اللي صاير، او ما حد يقولنا شيء عشان ما نقدر احنا نجتهد ونقول اليوم نطلع 6-5 اسماء مدربين ونقعد عارف، يعني ما نبغى احنا في البرنامج بالذات، في البرنامج نحاول بقدر المستطاع معلوماتنا تكون دقيقة، ولما ما عرفنا نوصل لأسماء وحاولنا نسأل نشوف يمكن نحاول نعرف يعني نوصل، اكتشفنا انه ما في، يعني هو هذا البيان طالع ممتاز البيان هذا يعطيك امل. على فكرة بعد شهر مباراة المنتخب او شهر ونص مع هونغ كونغ، والى الان الوضع كما هو.